السلام عليكم الدراري، مرحبا في هذا الفيديو. في هذا الفيديو اشرح لكم كيفاش ديروا واحد البراد ديال الاتاي. اولا خاصكم براد، هذا براد صغير، براد ديال الزفريه. ثانيا خاصك الكاس، وخاصك اتاي، حبات ديال الحبات، تمشي تشري من عند شي محل. خاصك سكر، وخاصك نعناع غزلو مزيان. المهم شنو دير؟ تاخذ البراد ديالك تحلو، هذا ما كتسمع، الماء كتسخن، الماء كتسخن في البويوه، كتهز الماء، نديرو غير شويه باش نغزلو شويه البراد. ناخذ معلقه، نديرو معلقة ديال اتاي الحبات، نعلقو الماء سخون شوية. انا ديما كنغسلو، اوكي، سو دابا بدات الماء شوية سخون، غادي نغسلو. يعني دابا غادي نكب، غادي نخوي هاد الماء، خويت الماء. دابا خاصنا جوج معلقات ونص ديال السكر، هنا غادي نديرو الماء عليه، دير النعناع كيما بغيتي، دير بزاف ولا ماشي بزاف، كل واحد وكيعجبو المذاق ديالو. المهم الا ما درتيش بزاف هنايا، زيد النعناع في الكاس ديالك. ودابا غادي نشحرو في البوطه، نشحرو غير شويه، راه هادشي بدا كيسخن. منين سخن شويه مزيان، نهزو ليكات، نهزو الكويس ديالنا، بسرعة، دابا منين نشحر مزيان، أنا كنزيد نعناع في الكاس ديالي. غادي ندير ليكات باش متحرقش، طفي البوطة، وغادي نكوبو واحد الكاس ديال أتاي. يا السلام، سك سك أخي.